يعني انت تشوف قدام عينك كل الجهود مستنفره من الانتاج والنقل والتوزيع، اكو حدا صار عرضي بالخور، انفجار السيركت بريكر يمكن انه ادى الى انه يصير شت داون، والحمد لله انه الشباب كلهم متواجدين وكل الجهود تبذل قبل لا يكون ضوء الصباح الاول، ان شاء الله راجع الى وضعها الطبيعي وعزل الجزء اللي ممكن انه حدث فيه انفجار عرضي. يعني هاي درجات حرارة ممكن أثرت، من خلالكم أيضا ندعو كل المواطنين أنه إن شاء الله بعد إعادتها أنه الأحمال الزائدة تخفف حتى لا يصير عندنا حادث عرضي آخر ممكن يؤدي إلى هذا الانطفاء التام ويؤدي إلى حادث أسوأ ممكن يكون. تشوف ممكن باستطاعتك أن تشوف كل الأخوة مستنفرين لإعادة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي، وإن شاء الله قبل الصباح تعاد.